بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي مدارس أجيال الخرج، معكم حاتم عزب معلم الرياضيات بالمدارس، ودرس اليوم عن قياس الزوايا والأقواس. طبعا أول معلومة نبدأ نعرفها اللي هي الزوايا والأقواس، الزاوية المركزية. إيه هي الزاوية المركزية؟ الزاوية المركزية هي زاوية يقع رأسها في المركز، زي هذه الرأس في المركز، وضلعها نصف قطرين في الدائرة، الضلعين الـ BA ضلع والـ BC ضلع، ضلعها أنصاف أقطار. يبقى الزاوية المركزية رأسها عند مركز الدائرة وضلعها أنصاف أقطار في الدائرة. ننزل على مفهوم أساسي. مفهوم أساسي من المفاهيم الأساسية مجموع قياسات الزوايا المركزية. مجموع قياسات الزوايا المركزية، مجموع قياسات الزوايا المركزية في الدائرة والتي لا تحوي نقاط داخلية مشتركة يساوي 360 درجة. نفس مفهوم الزوايا المتجمعة حول نقطة. يعني أنت عندك هنا زاوية المركز، زاوية واحد واثنين وثلاثة، مجموع زواياهم بيكون 360 درجة. زوايا متجمعة حول المركز أو متجمعة حول نقطة بيبقى معروف إنها مجموع قياساتها 360 درجة. يعني معناها إن ميجر زاوية A زائد ميجر زاوية B زائد ميجر زاوية 1 و2 و3 بيساوي 360 درجة. نيجي على المثال الأول. أوجد قيمة X في الشكل المجاور. قيمة X في الشكل المجاور، طبعا انت عندك الشكل المجاور في زاوية جي اف اتش 130 درجة وزاوية اتش اف جي 90 درجة وزاوية جي اف جي جي اف جي اكس. طيب انت معروف ان مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة بتساوي 360 درجة. يعني انت عندك ميجر زاوية جي اف اتش زائد ميجر زاوية اتش اف جي زائد ميجر زاوية جي اف جي بيساوي 360 درجة. يعني معناها ان 130 زائد 90 زائد اكس بتساوي 360 درجة. لو انا جمعت ال 130 زائد 90 220، طبعا وديتها بالجهة المخالفة، يعني 360 ناقص 220 يطلع لك قيمة الاكس 140 درجة. أو ممكن بطريقة تانية واحد يقول لك خلاص أنا بطريقة تانية حجمع ال 130 وال 90 يديني 220، أطرحهم من 360 يديني 140 درجة. نيجي على المثال اللي بعد كده، المثال الثاني. قبل المثال في الأقواس، في حاجة اسمها القوس الأصغر زي الـ AB المؤشر بالأحمر ده. الـ AB ده قوس أصغر. ليه قوس أصغر؟ لأن قياس القوس الأصغر يقل عن 180 درجة. يبقى أنت عندك تعريف القوس الأصغر اللي هو الـ AB بيقل عن 180 درجة. طيب القوس الأكبر بيزيد قياس القوس الأكبر عن 180 درجة، زي ما أنت شايف كده جبنا الـ AB ولكن من الجهة الثانية الـ ADB. طيب نصف الدائرة، قياس نصف الدائرة 180، الدائرة كاملة معروف انها 360، يبقى قياس نص الدائرة فقط نصفها يعني 180 درجة. طيب نيجي على المثال الثاني. الجي جي قطر في الدائرة كي، طبعا معروف ان الدائرة بتسمى بنصف قطرها. حدد ما اذا كان كل من الاقواس الاتية قوس اكبر ام اصغر او نصف دائرة، ثم أوجد قياسه. نيجي عند الجي اتش. الجي اتش احنا قلنا القوس الأصغر بيكون قياسه أقل من كام؟ أقل من 180. طيب الجي اتش قياسه كام؟ طبعا احنا معروف معلومة مهمة جدا إن قياس القوس يساوي قياس الزاوية المركزية. قياس القوس يساوي قياس الزاوية المركزية، يعني قياس القوس جي اتش ده بيساوي كام؟ بيساوي 122 درجة. 122 درجة. يبقى انت عندك هنا الجي اتش بيساوي 122، فده يسمى قوس اصغر.
يسمى قوس أصغر لأن قياسه أقل من كام؟ أقل من 180 درجة. يبقى أنت عندك هنا قياس القوس جي اتش بيساوي قياس الزاوية المركزية يعني بيساوي 122 درجة فيسمى قوس أصغر. اللي بعدها عايزين الجي ال اتش. الجي ال اتش واضح ان هو قوس ايه؟ قوس اكبر. ليه قوس اكبر؟ لان هو زاد عن نصف الدائره. نصف الدائره عندك الجي جي وزاد عليها قوس جي اتش فده يسمى قوس اصغر. طيب قوس اكبر عفوا. طب لو انا عايز اجيب قياسه احنا قلنا الدائره كلها كام؟ 360. الجي ال اتش ده بيكمل جي اتش. فانت عشان تجيب القوس بدايه من الاتش الين الجي يبقى انت عندك كده خدنا كل الدايره ما عدا القوس جي اتش. يعني خدنا كل الدايره عند 360 ننقص بس منها ال 122 يبقى انت عندك هنا القوس جي ال اتش هيساوي 360 ناقص 122 هتساوي 238 درجة. نيجي على المثال اللي بعده. استعمل التمثيل بالقطاعات الدائرية المجاورة لإيجاد كل من القياسات الآتية. عايز قياس القوس ام سي دي. ام ميجر قياس سي دي. فين القوس سي دي؟ القوس سي دي اللي هو اللي قدامك ده القوس الدي سي. عايز قياس القوس ده بس هو هنا ما جابلكش الزوايا، ما جابلكش الزاويه المركزيه اللي قباله، جابلك ايه؟ جابلك نسب مئويه. خلاص النسب المئويه ده يعني 18% من الدايره كامله. يعني قياس القوس السي دي بيساوي 18% من كام؟ من 360. يبقى احنا عايزين قياس القوس السي دي بيساوي 18% اللي هي 0.18 ضرب 360. طبعا بضرب بالآلة الحاسبة طلع لك 64.8. اللي بعدها رقم بي ميجر بي سي. عايز قياس القوس بي سي. فين القوس بي سي؟ ادي القوس البي سي برضه بيقابله كام؟ خدنا قطاع طوله او قطاع 18% من الدايره. يعني نفس الحكايه هضرب 18% من 360 او خلاص انت عندك القوس دي سي القطاع بتاعه 18% والقوس بي سي المطلوب 18%. يعني هو هيكون نفس الايه؟ نفس قياس الزاويه هيكون 64.8. ناخد مثال رقم 4. اوجد كل من القياسات الاتية للدائرة F. عايز ميجر AD يعني قياس القوس AD. حدد القوس AD مع بعض كده نحدده نظلل عليه. ادي قياس القوس الـ AD الـ A بداية من A الى D. ادي القوس AD. طيب احنا قلنا قياس القوس بيعتمد على ايه؟ على قياس الزاوية المركزية المقابلة للقوس. طيب عندك القوس AD بيقابل 63 وبيقابل كام؟ 90. يعني اجمع ال 63 وال 90 يبقى انت عندك هنا قياس القوس AD بيقابل قياس القوس الزاوية AFE زائد EFD. يعني ببساطة بجمع ال 63 واجمعها مع كام؟ مع ال 90 يديني قياس القوس AD. رقم B عايز قياس القوس ADB. ADB يعني هو زود جزئية عن القوس ده، زود جزئية هذا. تمام. طيب انت عندك لغاية هنا 63 يبقى احنا خدنا الجزء الاولاني. طيب من هنا لغاية ال EFE ال BFE دي 180 درجة لانها زاوية مستقيمة. يعني اجمع ال 180 مع ال 63 ال 180 مع ال 63 يديك قياس القوس اللي هو المطلوب اللي هو الـ ADB اللي هو 243 درجة. ننزل على المثال اللي بعده. المثال اللي بعديه بيطلب ايه؟ طول القوس، مش قياس القوس بقى، طول القوس. في علاقة مهمة جدا لازم تعرفها في طول القوس
اللي هي اللي قدامك دي، عشان اجيب طول القوس اللي هو ال، عشان اجيب قياس القوس اللي هو ال، اطبق القانون اكس اللي هي قياس الزاويه المركزيه المقابله للقوس اللي هي قياس الزاويه دي على 360 اللي هي مجموع قياسات الدائره كامله ضرب المحيط، محيط الدائره اللي هو 2 باي ار. نشوف مثال سريع. عايز طول القوس زد واي، زد واي هذا القوس زد واي اللي هو القوس ده من بدايه من زد الى واي. طيب اما يكون عايز طول القوس بقسم ال 75 اللي هي الزاويه المركزيه اللي بتقابل القوس على 360 ضرب 2 باي ار. 2 باي ار اللي هي نصف القطر، نصف القطر هنا كام اللي هو الاكس واي جايبه 4 انش يعني 4 بوصه، يبقى 2 باي في 4 بكل بساطه بجيبها بالاله الحزم تمام تطلع لك 5.24. يبقى انت عشان تجيب طول اي قوس بقسم الزاويه المركزيه المقابله له اللي هي 75 على الدايره كامله 360 ضرب المحيط اللي هي 2 باي ار يعني 2 باي قوس 4 لان نصف القطر هنا كام 4. طيب نشوف الجزئيه الثانيه. هنا عايز القوس زد واي، زد واي القوس نفس الشيء بدايه من زد الى واي، ادي زد وادي واي. عايز القوس ده اهم حاجه ما يكون عايز طول القوس احدد الزاويه المركزيه المقابله له. الزاويه المركزيه المقابله هنا كام 130، يبقى اقسم 130 على 360 ثابته خلاص في 2 باي ار. ار اللي هي نصف القطر، هنا نصف القطر بكام؟ هو جاب لك هنا خلي بالك القطر كامل، القطر كامل كام؟ 10. القطر كامل 10، يبقى نصف القطر 5، يبقى 2 باي في 5 وطبعا بعوض بالآلة الحاسبة تطلع لك 11.34. 12.34 ده كده احنا خلصنا الزوايا المركزية والأقواس وطول القوس، وده كان آخر مثال معنا، وبالتوفيق في دروس قادمة إن شاء الله.